الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسحب أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 130 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد انتهينا من 16 المجاهدة. تقل بعد ذلك إلى سلي يديه، وهو آخر من أحاديث هذا الباب، عن سعيد بن العزيز، عن ربيعة، عن أبي إدريس الخولة، عن أبي ذر جنادة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا أو فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا سري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخلط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد راوي الحديث، سعيد بن عبد العزيز: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جفى على ركبتيه، أي جفى على ركبتيه توقيرا لهذا الحديث القدسي الجميل. رواه مسلم في صحيحه، ورواه أيضا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده، وقال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث، أي ليس هنالك حديث يرويه أهل الشام من علماء الحديث
حديث يرونه أشرف من هذا. وهذا إشارة إلى أبي مسلم الخيلاني، أبي مسلم أو عفوا أبي إدريس الخيلاني من علماء الشام، وهو من التابعين الذين عاشوا في الشام وتوفوا في دارية. هما اثنان، أبي مسلم الخيلاني وأبي إدريس الخيلاني، وعائلة الخيلاني لا تزال موجودة ومعروفة في هذه البلدة أو هذه الضاحية. وبما أن أبا إدريس الخيلاني كان معتزا برواية هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رواها عنه الإمام مسلم في صحيحه، لذا يقول الإمام أحمد: ليس لأهل الشام، إشارة إلى أبي إدريس الخيلاني، حديث يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف من هذا الحديث. هذا الحديث حديث قدسي، وأظن أنه قد سبق أن ذكرنا تعريف الحديث القدسي والفرق بينه وبين الأحاديث الأخرى، وأعيد التعريف مرة ثانية. الحديث القدسي هو ما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، بأن يقول الله تعالى كذا وكذا. هذه العبارة يرويها رسول الله عن ربه، ولكن ما الفرق الذي يبقى بين القرآن إذن والحديث القدسي؟ الحديث القدسي صياغة الألفاظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يروي رسول الله كلامه عن الله، يقول: قال الله تعالى كذا وكذا. أما القرآن فصياغة الألفاظ والمعنى كل ذلك من عند الله عز وجل، وليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن إلا التبليغ. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد ناقل للقرآن عن الله، لا يزيد عليه حرفا ولا ينقص منه حرفا. وهذا القرآن هو المعنى بقول الله عز وجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه اليتيم فما منكم من أحد عنه حاجزين. لو تقول علينا، هذا كلام الله، أي لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم افتأت علينا، نسب إلينا ما لم نقل بعض الأقاويل، كلمة حرف أي شيء، ونحن لم نقل ذلك، لأخذنا منه باليمين أي لحاسبناه بالقوة، لحاسبناه حسابا عسيرا، ثم لقطعنا منه اليمين. اليتيم هو هذا العرق الذي إذا قطع انتهت حياة الإنسان، أي لا يمكن لمحمد عليه الصلاة والسلام أن يكذب على الله فينقل على لسانه شيئا. هذا عن القرآن، القرآن كله كلام الله، ليس فيه حرفا من رسول الله زيادة ولا نقصان. أما الحديث القدسي فالمعنى من عند الله، والرواية أيضا يرويها رسول الله عن ربه كما يروي القرآن، لكن مع فارق واحد بين الحديث القدسي والقرآن، أن ألفاظ الحديث القدسي الصياغة
هذا الأسلوب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا يتضح الفرق. إذا القرآن كلام الله لفظا ومعنى وصياغة وحكا، ولا يوجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم منه إلا النقل، يعني هو غريب أمين على رواية هذا الكلام من الله إليه. قد يكون قائل يعني إذا الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له من عظمة القرآن شيء، نحن نصف القرآن بالبلاغة والروعة، ونصفه بالإعجاز، ونصفه بأنه محصول حقائق علمية يذهل لها العلماء حديثا. وعندما نقول رسول الله مجرد جليل، نكون بهذا قد يعني جعلنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعيدا كل البعد عن ان يكون له فضل فيما يتضمنه القرآن. وبهذا نقول ان اعجاز القرآن لا فضل فيه لرسول الله، بلاغة القرآن لا فضل فيه لرسول الله، المعاني العلمية في القرآن لا فضل فيه لرسول الله. أليس هذا حقا من مكانة رسول الله؟ قد يكون قائل هذا الكلام، ومن الذي يقوله؟ لا يقوله إلا خداع مدجل. ولكن كما يوجد في الناس خادعون ومدجلون، يوجد أيضا في الناس سذج وبسطاء يمتلي عليهم أسلوب الخادعين والمدجلين. يعني لو قال قائل في مدرسة مثلا أو في جامعة ربما أمام طلاب، أنتم تعظمون محمدا عليه الصلاة والسلام وتحبون أن تقدروه، طيب أيهما أكثر تقديرا لرسول الله؟ أن نقول إن محمدا بريء وهذا القرآن العظيم ليس له فضل في صياغته ولا في معانيه ولا في قوانينه وشرائعه وعلمه، أم أن نقول إن هذا القرآن العظيم إنما أبدعه عقل محمد عليه الصلاة والسلام؟ أيهما أكثر تعظيما لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ قد يحسب بعض السذج والبسطاء، ولا نقول الحمقى، من الناس يفكر يقول فعلا الحال الثاني أكثر تعظيما لرسول الله. أنا كلما عظمت رسول الله يكون ذلك أولى به وأولى به، وهذا يقتضي أن أقول إن محمدا هو صاحب هذا القرآن، وأنه هو الذي صاغه، وبالتالي فإن محمدا يكبر في أعيننا، لأن هذا القرآن العجيب الذي لم يستطع منذ 14 قرنا ونصف أن يصوغ مثله أحد، إنما استطاع فرد واحد أن يأتي مثله ألا وهو محمد عليه السلام. هذا أكثر تعظيما لرسول الله، قد يقول قائلا هذا الكلام. لكن إذا نظرنا وعدنا إلى العقل والمنطق، نجد أن هذا سؤال إنسان مدجل دجان وخادع، ولا يحتاج الإنسان لكشف دجله إلا إلى عقل بسيط. أذكر أن إنسانا معروف في هذه البلد كان يوما ما يقود اتجاها فكريا هداما،
كان المدرس في مدرسة في دار المعلمين منذ سنوات طويلة، منذ أكثر من 20 عاما أو قرابة 30 عاما. قال لطلابه ذات يوم، وقد كان يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم: نحن نريد أن نعظم محمدا، ولكن أي منهجين أحرى بتعظيمه؟ أن أقول إن محمدا مجرد بريد نقل إلينا هذا القرآن من عند الله وهو رجل لم يصل شيئا من آياته ولا علاقة له بشيء من قوانينه ولا علاقة له بشيء من علومه، وإنما هو كلام وصياغة ومعاني من قد نقله عنه محمد عليه الصلاة والسلام. هل هذا هو الأسلوب الأحرى بتعظيم رسول الله؟ أم الأسلوب الأحرى بتعظيمه أن أقول إن هذا القرآن العجيب المعجز الرائع الذي يزيد علما يحارب فيه الأولين والآخرين إنه من تأليف محمد عليه الصلاة والسلام وإبداعه؟ كان المخرط على الطلبة بهذا السؤال، ولكن في الواقع أن الطلبة وهم في الدرجة الثانية ثانوية لم يمتلي عليهم هذا الخداع الأخرق، فقام واحد منهم وهو حي يرزق قال له لهذا الأستاذ الدجال، قال له: أيهما أحرى وأليق بتعظيم رسول الله؟ أن نقول إن محمدا كاذب، أم أن نقول إن محمدا صادق؟ إذا قلنا إن القرآن من تأليف محمد عليه الصلاة والسلام وإبداعه من أجل أن نعظمه، فقد نسبنا محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك إلى الكذب، لأنه يقول في كل مساء وصباح: هذا ليس كلاما وإنما هو كلام الله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فإذا قلنا مع ذلك لا بل هو من كلام محمد عليه الصلاة والسلام ومن إبداعه وصياغته، فقد نسبنا محمدا عليه الصلاة والسلام إلى الكذب والدجل على الناس جميعا. بينما إذا صدقناه فيما قال فنحن بهذا نسبناه إلى الصدق ولم ننسبه إلى الكذب. قال هذا الطالب الشاب لهذا الأستاذ المدجل، قال له: أيهما أكثر تعظيما لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ أن نقول عنه إنه صادق، أم أن نقول عنه إنه كاذب؟ مع العلم أننا إن قلنا القرآن كلام محمد فقد قلنا عنه إنه كاذب، فبهت بهت ولم يحر جوابا قط بشكل من الأشكال. ولكن مع ذلك يوجد هنالك كثيرون ممن ينطلي عليهم خداع الخدائين وممن يؤخذون بدجل المدجلين حتى ولو كان الخداع مكشوفا مثل هذا الكلام. انا اعلم ان كثيرين من المستشرقين ومن لف لفهم يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث فيهم انهم يعظمونه،
وأنهم يبذلون ويحيطون كلاما بحسب الظاهر كلاما مليئا بالثناء على محمد عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الثناء دهليز إلى الوصول بالسامع أو القارئ إلى أن محمد عليه الصلاة والسلام صاحب فكر جاء إلى الناس بإبداعاته الفكرية وصاحب رأي، فهو مصلح من المصلحين، وهو الذي فكر وصاغ القرآن، وهو الذي أبدع قانونه، وهو الذي جمع العرب على المنهج الذي اخترعه له. يعظمونه حتى يكون للناس البسطاء السدة من هذا التعظيم ما يشبه حقن المخدر، فيقع هذا المسكين الساذج تحت سلطان هذا الخدر الذي يغش على عقله، فينساق وراءه، ينساق وراءه السياق المسلم، انسياق المطمئن إلى ما يقول، وينظر أخيرا وإذا به وصل إلى نتيجة يتصور فيها محمدا عليه الصلاة والسلام إنسانا مر من جنب هذا العالم كما مر كثيرا من العظماء والمسلمين، فكر وأبدع ودعا قومه إلى قيم صلحت حينا من الزمن، ثم إن العصر تبدل وانتهى ميقات أفكاره وانتهت آرائه البديعة، وكان حقا أن نتجاوز هذه الآراء ونهملها، لأن عظمته عظمة ناتجة عن بيئة ونسجها طورا معينا كان العالم يمر به. فلما انتهى هذا الطور طويت تلك العظمة أيضا. هكذا ينساق هذا المسكين الأبله وراء هذا الكلام. وأنا لا أزال أذكر يوم كتب ذلك الكاتب الأمريكي كتابه الذي تكلم فيه عن 100 من العظماء، نعم العظماء 100، وذكر اسم محمد عليه الصلاة والسلام في رأس قائمة هؤلاء العظماء. ما أكثر السذج والبسطاء المساكين الذين صدقوا لهذا الكلام وصاحبه، وما أكثر الذين اقتنوا هذا الكتاب واعتزوا به ورفعوا به رأس عالية. سذاجة ما بعدها سذاجة. ويخيل إلي أن المؤلف وأنداده من أبناء فئته عندما يرون هذا الرواج لكتابه يضحكون ويقهقرون من غفلة وبله كثير من المسلمين. نعم عبارة عن كمين، كمين واضح ينصبونه ليجيب المسلمين إلى هذا الكمين ولينشر من خلال هذا الكلام نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ورسالته التي حمله الله عز وجل إياها. نعم ينسون هؤلاء الناس هذا المعنى ويحكمونهم بمخدر العظمة والعبقرية وما إلى ذلك، نعم حتى يوصل هؤلاء الناس أخيرا إلى أن صحيح محمد عليه الصلاة والسلام عظيم، لكن عظمته انتهت مع عصره، فنحن نعظمه كما نعظم أساطين التاريخ ونغرس عظمة كل إنسان في عصره الذي عاش فيه، ولا نجعل أنفسنا مقيدين تحت أفكاره. فهل الأمر كذلك؟
هل الحقيقة كذلك؟ أتمنى أن يكون المسلمون لهم من الوعي وسداد الفكر ما يجعلهم أقل المراتب لا يقعون في شرف هؤلاء الماكرين. أتمنى أن يكون لهم من الوعي أقل الدرجات ما يجعلهم في نزهة من بجل المبجلين، ولكن كثيرون هم الذين يتبخر عقولهم ويتضاءل ويتضاءل وينفعون كالأطفال وراء هؤلاء الماكرين. نعم. وباسم ماذا؟ باسم العلم. أنا إذا آمنت بأن محمدا رسول فأنا رجل غيبي، وأنا شارد عن طريق العلم. وأنا إذا قلت إن محمدا كان يكذب وأنه هو مؤلف هذا القرآن وأنه هو مصدر هذا التشريع وأنه ليس رسولا ولا نبيا كما كان يقول، إذا فأنا رجل علم، أنا بهذا رجل علم. ولكن إذا آمنت بأن محمدا عليه الصلاة والسلام كما يقول القرآن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هذا أنا وهذه هويتي. إذا آمنا بهذا الذي يقوله القرآن فقد شربنا عن جادة العلم وأصبحنا غيبيين. ما والله إن إنسانا ممن يأخذون يعني جرعات الحشيش أو ما هو أسوأ من أنواع المخدرات التي ظهرت في العالم، هؤلاء الذين يأخذون جرعة أخرى جرعة من هذا لا يتطوعون كما يتطوع حاذقه، أم تقول إن محمدا كان دجالا وكان يكذب على الله وعلى الناس، هذا هو العلم، هذا هو العلم. وأن تقول إن محمدا كان صادقا كان عظيما، نعم، وكان كاذبا، هذا هو العلم، عظيم الكذاب. شوف التناقض، أن أقول إن محمدا كان عظيما عبقريا ودجالا وكذابا، هذا هو العلم. وأن أقول إن محمدا عليه الصلاة والسلام كان صادقا مع نفسه، صادقا مع قومه، صادقا مع ربه، وهذا الكلام كان أمينا على تبليغه للناس كما قال قل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، لا هذا عبارة عن كلام غيبي وكلام شارد على العلم. أنا أحب أن أعلم ما العلم، ما هو العلم، وما الفرق بين العلم والتجريب. إذا آل العلم إلى أن يصبح جدوله وجدول البشر واحدا فلنقدر أربع تكبيرات على ما يسمى العلم، فقد امتزج هذا بالجهل وأصبحا شيئا واحدا. محمد عليه الصلاة والسلام الذي كان يسمى الأمين إلى أن وخط الشيب ثوبيه لم يكن يكذب على أحد، ولو كان في الكذب هلاكه، حتى إنهم كانوا يضربون المثل بسقطه، وحتى إن أحدهم كان لا يعرف صندوقا للأمانة إلا صندوقا واحدا هو بيت محمد عليه الصلاة والسلام. فما من رجل يريد
أن يحفظ أمانة ويودعها عند إنسان إلا ويودعها عند محمد. وما من إنسان يريد أن يحتفظ بسر إلا ويحتفظ به عند محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل الذي صدق عمره مع الناس ووصفه قومه بالصادق الأمين، يصدق مع الناس ويكذب على الله؟ سبحان الله. القرآن العلم يقول لنا القرآن كلام محمد، إذا قلت القرآن كلام محمد فأنت رجل علم، وإذا قلت القرآن كلام الله فأنت رجل علم. إذا قلت القرآن كلام محمد عليه الصلاة والسلام فقل لي باسم العلم الذي تتبجح به، وأنا لا تعرف فرقا بين العلم وال، فلماذا كان يتلجلج إذا سئل عن موضوع يقول لا أدري؟ يعني مجاهدة حتى تنزل آية تجيب السائل فيما سأل. إذا كان القرآن كلام محمد فلماذا ينشر جهله بين الناس؟ لماذا رأسا ما يقولها آية يفبركها على لسان الله عز وجل؟ التفجير لا سهل، بل نسأل باسم العلم ما هو أبلغ من ذلك. لماذا في كثير من الأحيان يسأل عن أمور فيجتهد لأن الوحي منقطع عنه فيجيب حسب اجتهاده ويظن نفسه قد أصاب الحقيقة؟ وإذا بآيات من القرآن تنزل عليه وتخطئه وتأمره أن يعيد النظر فيما قال وأن يقول نقيض ما أخبر به الناس لأن ما قاله خطأ وليس حقيقة. طيب إذا كان القرآن كلاما، نعم، فلماذا يتخذ هذا الموقف؟ هل هنالك إنسان راي أن يفتح نفسه؟ هل هنالك إنسان يهوى أن يعني ينزل سمعته إلى الحديث؟ تقوم امرأة أوس بن الصامت خولة رضي الله عنه تقول له يا رسول الله إن زوجي قال لي أنت علي كظهر أمي، شبهني بأمه، ما هذا الكلام؟ ماذا؟ ما في وحي الآن؟ الآن الرسول يفكر كما نفكر. قال لها ما أراك إلا قد حرمت عليك، يعني ما أظن إلا أن هذا طلاق، قد حرمت عليك. قالت له يا رسول الله لعله لا يريد طلاقا، قال ما أراك إلا قد حرمت عليك. عادت تناقشه وتقول له يا رسول الله إنني منه صبية، إن ضممتهم إليه باعوا وإن ضممتهم إليه جاعوا، يعني أنا في مشكلة. يفكر يقول لا ما أراك إلا قد حرمت عليه، يعني ما عندي غيره. فقامت وتقول أشكو إلى الله أمر، نسأل باسم العلم، نسأل الدجالين الذين يغطون دجلهم بالعلم، نسألهم باسم العلم عن هذا الموقف. تخرج خولة رضي الله عنها وبعد دقائق تنزل هذه الآية على رسول الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما والله سميع بصير، إلى أن قال والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، إلى أن قال
الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. إذا ليس طلاقا. هذا الذي يقول هذا الكلام عليه أن يفسر كلامه. هكذا يقول الله، هكذا يقول القرآن. إذا قال والله ما قصدت طلاقا، إذا لا طلاق. لكن يؤدب هذا الإنسان قبل أن يعود إلى زوجته، ينبغي أن يكفر بأن يعتق رقبة أو يطعم 60 مسكينا أو يصوم 60 يوما. استدعى رسول الله قوله وطلع عليها الآيات وأنبأها أنه أخطأ. باسم العلم نسأل الدجالين، إذا كان القرآن كلام محمد عليه الصلاة والسلام فما هذا الموقف وكيف يفسره العلم؟ الرجل العظيم مولع بأن يلفن نفسه، بأن ينزل دعاية نفسه. إذا القرآن كلامه خلاص رأسا، لأن تستنين شيئا ينزل الوحي العلي. نعم، ويمثل ويقرأ ما يشاء ويقول لها هذا كلام كما قال باسم القرآن. قلت أنا ما هو هذا الموقف؟ وما أكثر المواقف التي من هذا القبيل؟ ولعلكم جميعا تعلمون قصة عبد الله بن أم مكتوم، وهو الرجل الفقير الضرير، عندما كان يمر بالسوق وسمع صوت رسول الله يحاير بعض المشركين زعماء المشركين، فتحول إلى حيث يقف رسول الله وأخذ يسمع. كان رسول الله آنذاك يجادله بعض من زعماء قريش، والرسول منهمك معهم يؤمن خيرا من مناقشتهم. فسمع، أخذ يسمع عبد الله بن أم مكتوم واشترك معهم في السؤال. عبد الله بن أم مكتوم رجل مسلم مؤمن دائما مع رسول الله، فقير لا يبهده زعماء قريش. الرسول أعرض عنه، أعرض عن مجتهدا. ما هو اجتهاده؟ اجتهاده أن هذا من أهل الدار وأنني دائما معه، وأما قليلا فأجلس إليه وأرى سؤاله وأجيبه، أما هؤلاء فرصة لا أريد أن أضيع الفرصة. فلم يجب عبد الله بن أبي مكتوم وبقي منصرفا إلى زعماء قريش. عاد الثانية يسأل ما أجابه رسول الله، عاد الثالثة يسأل ما أجابه، فأخذ طريقه ومضى. ربما الرجل يعني شعر أن خاطره قد يعني انجرح، أصابه شيء، وكان هذا اجتهادا من رسول الله. طيب، القرآن كلام رسول الله، هكذا يقول العلم. مرة أخرى باسم العلم نسأل الدجالين، كيف تنزل سورة كاملة عتابا لرسول الله؟ لا أكثر من عتاب، تأييدا لرسول الله. كيف أفسر أن هذا القرآن كلامه؟ عبس وتولى أم جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى. تقف بوجهه وتنصت إلى كلامه وتجيبه، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره لصحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكثره، إلى آخر السورة كلها نزلت عتابا لمن؟ لرسول الله. باسم العلم أسأل الدجالين، كيف أفهم أن هذا القرآن كلام محمد؟ إذا تنكس العلم هذا التنكس
والله ثم الجعل لأشرفهم. وإذا آل العقل الإنساني إلى أن يتعامل مع الخرافة والنهي والوهم باسم العلم، وإلى أن يصف الحقائق العلمية بالغيب وما إلى ذلك، فما أتعس العقل الإنساني الذي يتعامل معه هذا الإنسان. القرآن كلام محمد عليه الصلاة والسلام، فباسم العلم نسأل. محمد عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، نسأل العلماء الذين لا يتعاملون مع الغيب، هؤلاء أبناء جلدتنا موجودين فيما بيننا. يعني أتمنى أن لو يعني غذى الواحد منهم نفسه بشيء من غذاء العلم حتى أفرح له، ولكنهم والله يموتون ظمأ إلى قطرات من العلم، وهم يتوهمون أنهم متقلبون في بحار العلم والفهم. طيب، محمد عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، هذول ما بيتعاملوا بالغيب، هذول ماديين، ما في شيء اسمه غيب. أكيد الجواب الذي سيقولونه لنا لا. محمد عليه الصلاة والسلام عظيم عبقري كسائر العظماء، يرى ما أمامه ويتعامل مع الطبيعة. طيب، محمد عليه الصلاة والسلام رجل لا يعلم الغيب، لأنه ما في شيء اسمه غيب، وعظيم وعبقري، والقرآن كلامه. يقول محمد طبعا كما يقول هؤلاء في قرآنه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأة. كيف علم محمد أن أبا لهب سيموت كافرا وسيصلى بسبب ذلك النار التي توعده الله بها؟ وكيف علم أن امرأته أيضا تظل على كفرها وتموت كافرة؟ ما الذي أدراه؟ نسأل الذين يتبجحون باسم العلم والذين ينظفون ثيابهم من رشاش الغيب حتى ما يصير يعني خرافيين. نعم، نسألهم كيف قال محمد هذا الكلام؟ إذا قلنا أن هذه صورة كلام محمد عليه الصلاة والسلام، طيب محمد عليه الصلاة والسلام رأى من هو شر من أبي لهب أسلم، أليس كذلك؟ عمر بن الخطاب الذي خطط لقتل محمد عليه الصلاة والسلام، أبو لهب ما فعل ذلك؟ أسلم أم لا؟ خالد بن الوليد الذي حصد العشرات من الصحابة وقتلهم، أسلم أم لا؟ من بنت عتبة التي لاقت كذبة حمزة، من الذي كان يتصور أنه مسلم، أسلمت أم لا؟ وحشي الذي سخرته هند لقتل حمزة العبد الأسود، وحشي أسلم أم لا؟ أسلم. كل هؤلاء أسوأ من أبي لهب. أبي لهب من؟ عم رسول الله. إذا تصورنا أن واحد من هؤلاء قد يسلم، أقرب هؤلاء إلى العقل البشري أن يسلم، من هو؟ أبي لهب. طيب، كيف يقول محمد عن أبي لهب في قرآنه؟ طبعا القرآن كلامه على حسب كلام العلميين. نعم، كيف يقول محمد عن أبي لهب سيصلى نارا ذات لهب لنفسه وامرأته؟
ألا يخشى محمد عليه الصلاة والسلام من خبث أبي لهب أن يخطر في بالي أن نذهب فيعلن إسلامه؟ ومحمد يقول الإسلام يجب ما قبله. نعم، ألا يخشى محمد عليه الصلاة والسلام أن يعلن أبو لهب إسلامه حتى يظهر كذب محمد عليه الصلاة والسلام ويقول ها أنا أسلم، صاحبكم يقول الإسلام يجب ما قبله وهو ينقل عن ربه أنني سأصلى نارا ذات لهب، كيف سأصلى نارا ذات لهب؟ محمد عليه الصلاة والسلام ألا يخشى هذا؟ لأنه أسلم ما أسلم، بل زيادة من أسلم بأي عقل وبأي ميزان علم، ومهما كان هذا الإنسان أدلى مغفلا كيف يمكن أن يقول عقله إن هذا الكلام كلام محمد عليه الصلاة والسلام؟ انظروا أيها الإخوة كم نهبط في بركات البلد والغفلة والسذاجة والحمق. أناس بسم الله يهبطون وهم يتصورون أنهم صاعدون، هذا الشيء يعني البداهة العقلية تكشف آفاقه لكل إنسان مفكر حر. كيف يكون القرآن كلام محمد عليه الصلاة والسلام وهو والقرآن يقول عن الوليد بن المغيرة؟ نعم، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر، شوف التصوير، ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. هذا كلام محمد باسم العلم الأبلة وباسم العلم الخرافي نقول هذا كلام محمد عليه الصلاة والسلام. هذا التصوير العجيب لتفكير الوليد بن المغيرة في القرآن، فكر فكر ذهب رجع بعدين شو طلع معه؟ طلع معه إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. هذه هي نتيجة الذهاب الإياب التقتيل التفكير. نعم، محمد كيف يجري فيقول عنه سأصليه سقر؟ بسم الله. طيب هذا الآخر ألا يمكن أن يسلم؟ وما أدرانا أن الوليد بن المغيرة لم يسلم؟ ومن الذي يعلم؟ وهؤلاء الذين يقولون القرآن كلام محمد لا يتعاملون بالغيب أبدا ولا يؤمنون أن هنالك غيب حتى نقول إن محمد كان مطلع على الغيب. نعم، إذن كيف هذا السؤال؟ هل كلف الذين يتمشدقون باسم العلم ويتصورون أن محمدا رجل مصلح مر مع الزمن وعلينا أن ندرس حياته كمصلح مر وانقضى دوره، هؤلاء الناس يحملون أنفسهم مسؤولية ضرورة الإجابة عن هذه الأسئلة باسم العلم، فلماذا لا يجيبون؟ لماذا لا يجيبون عن هذه الأسئلة؟ ولتمنيت والله أيها الإخوة، لأنا ألاحق هؤلاء الدجالين باسم العلم أن يقف واحد أمامي يوما من الأيام، لا متحديا بل باحثا، وأسأله فيجيبني لعلي أنا المخطئ. تمنيت، ولكن كل منهم يقول كلمته الضخمة التي لا رصيد لها عندما يكون في موقف كموقف، نعم،
ذلك الطائر الذي يضع النعام الذي تضع رأسها في الرمل. فإذا جاء من يريد أن يحاكم ويناقش فر ولا فرار الملزوم. لا يا أخي يا رجل العلم بدك تعلمنا بدك تشرح لنا، نحن جهال نحن جماعة غيبيين بدك تفهمنا نحن ضعاف. طيب ليش عم تهرب؟ هذا يدل على شيء آخر، بلاء آخر، هو أننا نفكر بعقول غيرنا. أما دماغنا عبارة عن وعاء فارغ امتلأ بعقول الآخرين، وهذه الظاهرة تسمى هي عبارة عن مصير كبير يسميها قابلية الاستعمار. ليست المصيبة الاستعمار الواقعي، فما أيسر أن يسد الاستعمار بالتحرر وأدواته، ولكن المصيبة قابلية الاستعمار. رب أرض طهرت من مستعمريها، ورب أرض طهرت ممن كان يتلاعب بآلهة وممن يمتص خيراته، لكن طالما العقول خاضعة لقابلية الاستعمار فماذا تفعل؟ عندما يأتي صعلوك غربي يعني زي برتراند راسل مثلا، عندما يأتي إنسانا مثل هذا الذي ألف هذا الكتاب العظماء، عندما يأتي إنسان مثل غيرهم رجل غربي يفكر نخرج من رؤوسنا عقولا ونضع عقولها في مكان عقولنا، نفكر بعقولهم. هذه هي المصيبة الكبرى. تحرك، فكر بذاتك. إذا كان هذا الأمر خرافة حقا فاركل هذه الخرافة بقدمك ومبروك لك موقفك. وأما إذا كنت تتعامل مع العلم وأنت تسمي العلم خرافة فاستيقظ، أيقظ نفسك من ثباتك من ذهولك. كيف القرآن كلام محمد؟ كيف؟ أي كلمة علمية يمكن أن ترفض هذا الوهم الخرافي؟ كيف؟ نعم، أتمنى أن يضع النقاط على هذه الحروف إنسان علمي حتى أتبعه. كيف لك؟ ولكن كيف هذا؟ طبعا إذا انتهينا إلى أن القرآن لفظا ومعنى وصياغة كلام محمد كلام الله عز وجل، ومحمد عليه الصلاة والسلام مجرد مبلغ، عندئذ لا بد أن نحمل أنفسنا مسؤولية ما يقوله لنا هذا القرآن. وهذا هو الذي يجعل هؤلاء الناس يفرون. متى قلت باسم العلم والمنطق والحقيقة أن القرآن كلام الله؟ إذا هنالك إله، إذا هذا الإله أمر أوجب حرم أباء نهى، إذا ينبغي أن نتحمل مسؤوليات أوامره ونواهيه. وضعنا أي وضع لنا شرائع، من الذي يستطيع أن يناقش هذه الشرائع وقد آمنا أن الواضع هو الله؟ الباري عز وجل أنبأنا عن وقائع سنجدها أمامنا بعد الموت، حياة البرزخين وبعدها الحياة الآخرة، من الذي يستطيع أن يناقش في هذا؟ الباري عز وجل حدثنا عن حساب وعذاب ونعيم، من الذي يستطيع أن يرد هذا الكلام؟ لكن طيب إذا أردت أن أفر من هذه المسؤوليات فهل أستطيع أن أفر فعلا إذا أغمضت عيني ووضعت على عيني عصابة التجاهل والتغافل
وقلت هذا ليس كلام الله، كلام محمد عليه السلام، وانا اعلم انني اتلاعب بالحقائق. طيب هل هذا ينجيني فعلا من المسؤولين؟ لا ينجيني من المسؤولين. الحقيقه قائمه، ان عرفتها او لم تعرف، الحقيقه ثابته، علمك بها او جهلك بها لا يغير ولا يقدم شيء. هذا الامر ينبغي ان نعلمه، وينبغي ان نكون على بينة منه. هذا الكلام بيميز يعني ما كان يعني في بالي، وانا قد بدأت بهذا الحديث ان اذكره، لكن عندما اخذت اشرح الفرق بين القرآن والحديث القدسي، يضطرني التعريف ان اوضح ان القرآن لفظا ومعنى كلام الله عز وجل، وجدت ان هنالك فائدة كبيرة جدا من فتح الملف هذا الكلام، لاننا يا للأسف نعاني من مشكلة حضارية خطيرة جدا. ما هي؟ اننا عندما نقرأ لنتعلم لا نتعلم لنبحث عن الحقيقة، وانما يتعلم كثيرا مما يقرؤون ويتثقفون ليستخدموا ثقافاتهم لاهوائهم ورغائهم. هذه مصيبة وبلاء حضاري ساحق. يعني مثلا كثيرون يقرؤون، لكن قبل ان يقرؤوا يضعون المخطط في اذانهم. ما المخطط؟ يقول احدهم في ذهنه: انا اريد ان اتثقف لانتهي الى قرار ان ما في دين، ما في اله، ما في شرائع، والانسان حر يفعل ما يشاء. اريد ان اصل الى هذه النتيجه بحق او بباطل، وانا من السهل علي ان اصرف كل كلام اتعلمه بصبغه رؤيتي. نعم، هل العلم مطيه من اجل الوصول الى الرغائب؟ اشرف شيء في الكون العلم. لماذا؟ لانه الضياء الذي ينير لك الطريق الى الحقيقه، واشرف من العلم الحقيقه، وشرف العلم لانه ضياء يدلك على الحقيقه. فما رايك اذا استخدمت العلم كدافع، انتقلتها من اجل ان تحقق هذه الدابه يعني العلم، هوى نفسي رغائبي فقط مهما كان الامر؟ لماذا؟ في سبيل اي مصلحه؟ في سبيل اي تجاره؟ انت رائدك البحث عن الحقيقه. كما نقول دائما، اذا الحقيقة كانت حيث الالحاد فعند الالحاد نقف ونعترف. اذا كانت الحقيقة حيث الايمان بالله فعند الايمان نقف ونعترف هذا الايمان. واذا اعتنقنا الايمان طبعا لابد ان نتحمل مسؤوليات هذا الايمان قولا واحدا بدون شك. اما ان اسير على خلاف هذا المنوال فهذا تنكب عن جادة العلم. انا لا اقول الدين، تنكب عن جادة العلم. لذلك انا اذهل عندما اجد غربيين عاشوا في حلقة الالحاد ثم اتيح لهم ان يفكروا، بعد تفكير اهتدوا الى الحق، نفضوا أيديهم من الماضي ومما تعودوا عليه من شهوات وآياء، واعتنقوا هذا الدين الحق وتحملوا مسؤوليات هذا الدين. لأنك سألتهم لماذا؟ يقول أنا رجل علم، وعلمي أوصلني إلى هذه الحقيقة وكنت جاهلا. بل من المسلمين كثيرا من المسلمين يغشي على عقله
واذا راى الحقيقه عن يمين وضع وشاحا نعم امام يمينه لكي لا يرى الحقيقه، واذا لحقت الحقيقه الى اليسار وضع هذا الحاجز عن يساره حتى لا يرى هذه الحقيقه. لماذا؟ في سبيل ماذا؟ وانت غدا ستقف امام هذه الحقيقه. هذه مقدمه كان لا بد منها. وانهي هذا الدرس بان اقول لكم سناخذ اجازه ان شاء الله درسين بمناسبه عيد الاضحى المبارك ان شاء الله يوم الاثنين المقبل ويوم الخميس، وموعدنا ان شاء الله تعالى الاثنين بعد المقبل ان احيانا الله وكل عام وانتم بخير.